هل يجوز للطالب أن يساعد زميله أثناء الامتحان، حيث أن الطالب يعتبر ذلك واجبا عليه وتفريجا لكربة زميله، فما حكم ذلك مأجورين؟ لا يجوز للطالب أن يساعد زميله في الامتحان أبدا، لأن ذلك من خيانة الأمانة، فالجهات المسؤولة لا ترضى بذلك، وهو في الحقيقة ظلم للطالب المعان وظلم للطالب المعين وجناية على الجهة المسؤولة التي هو تحت رعايتها وجناية على الأمة جمعاء. أما كونه ظلما للطالب المعان فلأننا أعناه على أمر محرم عليه وهو الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. وأما كونه ظلما للمعين فلأنه ظلم نفسه بالمعصية حيث أعان على معصية، والمعين على معصية كالفاعل لها. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء، فدل ذلك على أن المعين على المعصية كفاعلها. وأما كونه خيانة للجهة المسؤولة التي هو تحت رعايتها، فلأن الجهة المسؤولة لا ترضى بهذا إطلاقا، ولهذا تضع المراقبين والملاحظين على الطلاب في وقت الامتحان. وأما كونه خيانة للأمة كلها، فلأن الأمة إذا كان مستوى متعلميها على هذا، أي على الغش والجهل، كان في ذلك دمار للأمة، وبقت الأمة محتاجة إلى غيرها دائما وأبدا، لأن هؤلاء المتخرجين عن طريق الغش لا يعلمون، هم جهال في الواقع، فتبقى الأمة شكلها شكل المتعلمة وحقيقتها أنها جاهلة، فيكون في ذلك خيانة للأمة كلها ودمار للمجتمع. فنصيحتي لإخوان الطلبة أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، وأن لا يعين بعضهم بعضا في الامتحان، وإذا كان يريد أن يبلغ أخاه شيئا من العلم حول هذه المسألة فإذا سلم الورقة فليعلم، لأنه لا يفوت الوقت. وكذلك أنصح إخواننا الملاحظين الذين يراقبون الطلبة أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن لا يحابوا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره ولا ضعيفا لضعفه ولا قويا لقوته. عليهم أن يلاحظوا أتم ملاحظة، وأن يكرسوا جهودهم سمعا وبصرا وفكرا، وأن لا يتشاغل بعضهم بالحديث إلى بعض في حال المراقبة والملاحظة، لأنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله عز وجل، ثم أمام الدولة، ثم أمام الأمة، فلا يفرطوا في هذه الأمانة التي تحملوها. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.